ناخد هنا مثال على البيسك سيجنال اوبريشن اللي احنا اتكلمنا عليها. هناخد سيجنال ديسكرايبد بالشكل اللي احنا شايفينه في البلوت بتاعها ده. هناخد دي الاوريجينال سيجنال طبعا. لو احنا عملنا ديلي للسيجنال دي بمقدار تاو، يبقى معنى كده النقطه اللي هنا اللي هي كانت زيرو هتتشفت تبقى عند تاو. فهنشوف نفس الشكل هو هو بالظبط، بس السنتر بتاع السيجنال بتاعتنا اللي كان عند الاوريجين بقى دلوقتي عند تاو. طبعا عشان نعرف الكلام ده، لو انا عندي اكس اوف تاو دلوقتي، تاو ماينس تاو اللي هي اكس اوف زيرو الاصليه، اوكي، لو كان عندي التاو دي كان عندي قيمتها بوزيتيف، لو عندي ماينس بدل ما هي ماينس تاو كانت بلس تاو، هيبقى عندي الشيفت هنا يبقى الناحيه الثانيه. فلو عندي هنا تي بلس تاو، يبقى معنى كده عندي تي بتساوي ماينس تاو، الحاجه اللي جوه دي تبقى بتساوي صفر. فمعنى كده انا بشفت السيجنال بتاعتي ناحيه اليمين لما يكون التاو دي بوزيتيف، اللي هي الشيفت بتاعي ده بوزيتيف، او بيكون الشيفت بتاعي بمعنى صح اللي هو التاو نفسه يبقى بوزيتيف. لو كان التاو ده نيجاتيف، يعني ماينس ماينس تاو مثلا، اوكي، ماينس ماينس 1 مثلا، يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم ان احنا بنشفتها ناحيه الشمال. يعني اكس اوف تي ناقص 1 تبقى عندي السيجنال بتاعتي متشفته ناحيه اليمين، اكس اوف تي بلس 1 تبقى متشفته ناحيه الشمال. لو انا بتكلم على ايه اللي زي ما كنت بتكلم اهو، اكس اوف تي بلس تاو، هلاقي ان هي متشفته الناحيه الثانيه، يعني هنا عند ناقص تاو مش عند بوزيتيف تاو، بس هي نفس الشكل السيجنال هو هو واحد بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. لو انا بتكلم على الريفلكتد فيرجن بتاعت السيجنال بتاعتي، ريفلكتد فيرجن معناها اكس اوف ماينس تي، اوكي، هلاقي ان انا باخد ميرور ايمج من السيجنال بتاعتي، يعني الحاجه اللي هنا تبقى هنا والحاجه اللي هنا تبقى هنا. زي ما احنا شايفين كده هو نفس شكل السيجنال بالظبط، بس الحاجه اللي كانت في البوزيتيف تي بقت في النيجاتيف تي، والحاجه اللي كانت في النيجاتيف تي هتبقى في البوزيتيف تي. اوكي؟ فطبعا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ممكن نعمل كومبينيشنز من الحاجات دي كلها مع بعض، بس ناخد بالنا when we combine the delay والادفانسنج او الادفانسنج مع الريفلكشن، الديلي والادفانسنج بيبقوا سوابت. سوابت معناها ايه؟ معناها دلوقتي لما بتكلم على الاكس اوف ماينس تي بلس 1، اوكي؟ اللي بيحصل فيها ان هي بيبقى نفس الشكل السيجنال بتاعي هي كده بلس 1، معناه ان انا هتحرك في اي اتجاه، هتحرك في الاتجاه اللي هو كده، اوكي، لما بتحرك في الاتجاه اللي هو الثاني، انا اسف، في الاتجاه اللي هو البوزيتيف، اوكي. لما بتكلم على اكس اوف ماينس تي ماينس 1 هيبقى ريفلكتد وادفانسد. الكلام ده عشان نتخيله احسن شويه، احنا ممكن نفكر في دي عباره عن ماينس، ناخد قوس كده تي ناقص 1، اوكي، يعني لو خدنا قوس كده في تي ناقص واحد، معنى كده ان السيجنال بتاعتي كانت عباره عن حاجه شكلها ان هي ايه، ان هي ديلايد، اوكي، وبعد كده عملنا لها بعد كده ريفلكشن، اوكي. فممكن نفكر فيها كده ونعملها بالشكل ده كده، او ممكن نبتدي بالشكل اللي هو اكس اوف ماينس تي، اوكي، ولو هي بلس 1 هنا يبقى معنى كده نحركها كده، لو هي ماينس 1 يبقى معنى كده نحركها كده، اوكي. طبعا في كل الاحوال عشان اتخيل ايه اللي بيحصل، لو انا عندي الاوريجن بتاعي هنا عند فين؟ الاوريجن بتاعي هنا لما تي بتساوي بلس 1، يبقى معنى كده ان انا عندي عند النقطه دي، اوكي، ده الاوريجن بتاعي، يعني النقطه دي هتبقى هنا، اوكي. هنا بقى العكس، لما تي يعني دي بتساوي صفر لما تي بتساوي ناقص 1، يبقى معنى كده دي هتبقى متشفته، الاوريجن بتاعها هيبقى متشفت هنا كده، اوكي. فهي دي عكس التانية، عكس الحاجه اللي هي كنا اتكلمنا عليها، ان احنا لما بنشفت بالشكل ده بيبقى ديلي بالشكل ده كده، بنتكلم ان احنا بنشفت ناحيه اليمين، ولما تبقى ادفانس بتبقى متشفته ناحيه الشمال. فدي عكس العكس العكس اللي كنا بنعمله لما كانت بتبقى بوزيتيف تي. عشان نوضح الموضوع ده بشكل اكتر، هناخد بقى المره دي شكل السيجنال بتاعنا في شكل ماثيماتيكال ايكويجن، اوكي، وهنعمل لها ديلينج باي 2 مره، ادفانسنج باي 2 مره، وريفلكشن مره ثانيه. اللي بيحصل هنا في الايكويشن بتبقى ابسط بكتير جدا الحقيقه من جرافيكال فورم. احنا دلوقتي بنقول ان احنا عايزينها تبقى ديلي باي 2. ديلي باي 2 معنى كده ان التي بتاعتنا هنا تبقى كام؟ تبقى تي ماينس 2. كل اللي بعمله علشان احسب السيجنال بتاعتي في الحاله بتاعت الديلي ان انا احط كل تي هي عباره عن تي ماينس 2، اوكي. يبقى معنى كده ان انا هريبليس تي باي تي ماينس 2 في كل حته فيها تي، يعني هريبليس هنا و replace هنا، يبقى معنى كده x of t minus 2 بتساوي نفس الحاجة هنا ما اتغيرتش خالص، هنا 0 أقل من أو يساوي t أقل من أو يساوي 1، تبقى 0 أقل من أو يساوي t ناقص 2 أقل من أو يساوي 1، أوكي؟ يبقى معنى كده إن إحنا ممكن ناخد دي بقى نحولها للشكل اللي هو عبارة عن إن 2 أقل من أو تساوي t أقل من أو تساوي 3،
اوكي. نفس الكلام لو كنت بعمل ادفانسنج باي 2 يبقى معنى كده عوض كل تي بتي بلس 2 في نفس الكلام ده برضو في الليميت بتاعتنا بنفس الحكايه. ولو كان عندي هنا الفانكشن نفسها او السيجنال نفسها فانكشن اوف تي هعوض برضو الفانكشن اللي جوه تي دي يبقى تي بلس 2. الريفلكشن عباره ان انا بشيل كل تي واحط مكانها ماينس تي. طبعا هنا لو حطيت ماينس تي طبعا كلنا عارفين ان احنا لما بنيجي ناخد الليميتس بتاعتنا ناخد حاجه فيها انيكواليتي بالمنظر ده كده، لو انا عايز اخلي دي بلس تي يبقى معنى كده هضرب كل الاطراف بتاعتي في ماينس 1. الماينس 1 بيعكس لي الايه؟ بيعكس لي الاوردر بتاع او الدايركشن بتاع الايه؟ بتاع الانيكواليتيز دي. فمعنى كده هيبقى عندي ناقص واحد اقل من او يساوي تي اقل من او يساوي زيرو، او ممكن احنا نحطها هنا بالشكل المختلف يبقى زيرو اكبر من او يساوي تي اكبر من او يساوي ناقص واحد.